أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا هو عنوانها: انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب انطلاقا من الأسبوع المقبل. ولكن قبل ما نبدأ، لا تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية. والآن إلى التفاصيل. من المرتقب أن يطال تغيير أسعار المحروقات بالمغرب انطلاقا من الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر إعلامية أن بعض الشركات الفاعلة في قطاع الطاقة في المغرب ستعمل على تخفيض سعر بيع الغازوال. وأوضحت ذات المصادر أن سعر هذه المادة سينخفض على الأرجح ب 0.30 درهما، في حين سيبقى سعر بيع البنزين مستقرا في ثمنه الحالي. وحسب المصادر ذاتها، أكدت بأن الانخفاض سيتم الشروع فيه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، وسط ترقب من عدم شروع بعض محطات الوقود في تطبيق التخفيض لأيام أخرى بداعي المبرر المعروف، أي بقاء المخزون القديم.